القس دكتور اندريا زكي رئيس الطائفه الانجيليه، زيارتي لكم وباقي وفد الطائفه الانجيليه لمعالي وزير الاوقاف لتنظيم التهنئه، حرص الطائفه على مشاركه الاخوه المسلمين اعيادهم خلال الفتره الحاليه. طبعا احنا بنقول لفضيله وزير الاوقاف كل سنه وانت طيب، عيد الاضحى المبارك، وبنقول لكل المصريين كل سنه وانتم طيبين، واحنا بنقول عن يقين وعن قناعه أن مصر محظوظة ومباركة بقيادتها السياسية والدينية. لدينا قيادة سياسية ودينية حريصة على اللحمة الوطنية، حريصة على بناء الجسور، حريصة على بناء المواطنة المتكافئة، وإحنا جايين ليست زيارة بروتوكولية ولكن زيارة من القلب. نستمع إلى معالي الوزير، هو صاحب فكر وصاحب رؤية ولديه تفسيرات جديدة ومهمة في مجال تطوير الخطاب الديني، وربما لو الوقت يتسع لجلسنا ساعات نتناقش في قضايا مهمة. تحدثنا عن أهمية النص وعلاقة النص بالواقع، تحدثنا عن أهمية الأوقاف، تحدثنا عن التطور الذي يحدث في مصر، تحدثنا في أمور كثيرة. فهي زيارة نهنئ بالعيد، ولكن أيضا نتحدث ونتناقش ونتعلم. فأنا بأقدم الشكر إلى فضيلة الوزير، وهو يمثل قيمة مصرية هامة جدا بفكر تنويري جديد، وكما قال أحد الزملاء يمزج بين النقد الأدبي والفقه وقراءة الواقع. احنا بنقول لمعالي الوزير كل المصريين كل سنة وانتم طيبين، احنا بلدنا بنحبها، احنا بنربط الحقوق بالواجبات وملتزمين بها، بنصلي الى مصر الى الامام، ومن ارض الى ارض ومن انجاز الى انجاز، وياتي العيد القادم ان شاء الله ونرى بلادنا اكثر واكثر تقدما. كل سنه وانتم طيبين.